هي ليست جلسة علمية أو بحث تربوي يلقى في قاعة دراسية، هو مجلس شعبي بلدي للأطفال بالمقاطعة الإدارية لبراقي، استطاع حل مشاكل تنموية ظلت عالقة بالبلدية. هذه البلدية بإيجابيتها بسلبياتها بنقائصها، كل منتخبيها يعملون لخدمتكم، لخدمة مواطني هذه البلدية، وأعتبر بأن ما تقدمتم به وما اقترحتموه في مداولتكم هذه يعبر عن هذه القيم التي يجب من خلالها أن نستمع إلى بعضنا البعض، وتتمثل في هذه القيم، القيمة التي أصبحت اليوم دستورية المتمثلة في الديمقراطية التشاركية. فهنيئا لكم وهنيئا لمجلسكم هذا، وأطلب منكم متابعة قراراتكم مع السيد رئيس المجلس الشعبي البلد، وأطلب من السيد رئيس المجلس الشعبي البلد على الأقل أن يجتمع بهذا المجلس لمتابعة هذه القرارات على الأقل مرتين في السنة. مشاكل المواطن عالجها المجلس بكل شفافية وبمداولات صادق عليها النواب الصغار. حنا درنا مداوله باش نخدموا حي مرحبا، نديروا له مدرسه خاش يعاني الاطفال تاعو يروحوا من الاخر من الديور تاعهم حتى المدرسه 3 كيلومترات، يحب نديرهم تما مدرسه. المبادره استحسنها اعضاء المجلس. هي مبادره جيده لجميع الاطفال، وهي جائزه مليحه لجميع هذوما الاطفال اللي جاوا لهنا على جال المعدلات. نتمنى هذه تكون في كاع البلديات ماشي غير هنايا. انا عضو منهم، تحصلت على نتيجه جيده، جيت هنا باش نحضر هذه المداوله. رايي على هذه المداوله انها جيدة، إن شاء الله يديروها في كاع البلديات باش يشجعوا التلاميذ. المجلس الشعبي البلدي للصغار ببراقي، أو المشروع الذي تعول عليه هذه الفئة في كافة البلديات من أجل تحقيق ولو جزء من مطالبهم، على أن تعمم الفكرة مستقبلاً.